السلام عليكم. زي ما وعدنا ان احنا هنشوف ازاي نستخدم الاكسل في البيم، يعني ازاي وانا شغال كبيم مانجر او بيم كوردينيتور في حاجات انا استخدمها في الاكسل. على سبيل المثال مثلا اللي هي النسبة دي تبقى بالشكل دوت، تمام؟ يعني لو كتبت مثلا 20 تبدأ النسبة تبقى صغيرة، لو كتبت مثلا 100 تبقى كلها مثلا بالشكل دوت. طيب هتتعمل ازاي الموضوع دوت؟ هنحدد مجموعة من الخلايا اهيت ببساطة شديدة جدا، وبعد كده اروح لقائمة هوم واجي هنا conditional formatting واقول له انا عايز الداتا بارس عندي دي بتبقى اخفاء شوية، دي بتبقى اجابة بالظبط، تمام؟ يعني هنا لو عندي مثلا 50 هيجيب لك الـ50، والـ50 التانية هتاخد ايه لون شفاف شوية، فانا هقول له انا عايز اللي هي السوليد ديت، تمام؟ لو جبت هنا كتبت 100، كتبت هنا 0، كتبت هنا 20، كتبت هنا 20، كتبت هنا 50 مثلا، فيبدأ يجيبها لي 50%.